ينضم إلينا من الخرطومة الدكتور رفعت مرغني، رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان. مرحبا بك دكتور مرغني. من كل مكان تأتينا الأخبار بتأكيدات أن الأوضاع الإنسانية في السودان كارثية بكل تأكيد، والسؤال الآن ما هي الجهود المبذولة، ما هي الاستراتيجية للمواجهة؟ طبعا بالتأكيد الآن نحن نتحدث فقط، نناشد الطرفين أن هذا الوضع يعني صار يتأزم يوما بعد يوم. البارح كنا نتحدث عن أنه يجب أن تحترم الهدنة على الأقل حتى تتمكن مختلف المرافق من العمل. يعني مثلا نحن لدينا مشاكل في الكهرباء، لدينا مشاكل في المياه، لدينا مشاكل متفاقمة في المستشفيات والقطاع الصحي وغيرها من المسائل. نحن تحدثنا عن ضرورة احترام الهدنة، ولكن ما شهدناه البارح ربما عنف أزيد من الذي كان في اليوم السابق له. إذن نحن لا يمكن أن نتحدث عن أي تحسن في الحالة الإنسانية، في حالة حقوق الإنسان، إلا إذا توصلنا إلى وقف شامل لإطلاق النار، وقف مستدام لإطلاق النار، أو على الأقل توصلنا لهدنة تحترم من قبل الطرفين. دكتور مرغني، هل تتواصلون مع أي من الأطراف الداخلية أو حتى الخارجية فيما يتعلق بالوضع الإنساني؟ نحن نناشد، يعني لم نمل التكرار ولم نمل المناشدة. يعني للأسف الشديد حتى الآن يعني نحن نلاحظ أنه لم يتحسن شيء بشكل أساسي، ولكننا بالتأكيد لن نمل المناشدة. يعني نناشد الطرفين أن هذا الذي يحدث يعني فيه ضرر كبير جدا على حقوق الإنسان، فيه ضرر على الوضع الإنساني، فيه ضرر على البلد بشكل عام. نحن يعني لازلنا يعني لدينا أمل كبير في أن يعني يستمعون إلى هذه الأصوات التي تناشد أن يتوقف العنف، أن على الأقل أن تبرم هدنة تحترم من قبل الطرفين. لكن لم تتواصلوا معهم بشكل مباشر حتى اللحظة؟ لا، حتى اللحظة لا. طيب، من وجهة نظرك، من رصدك للأوضاع في السودان الآن، ما هي الأولوية؟ الأولوية الآن هي لمعالجة القطاع الصحي بأسرع ما يمكن. الآن لدينا مشكلة كبيرة، لدينا مشكلات مرتبطة بالمستشفيات، يعني ما لا يقل عن 69% من المستشفيات توقفت عن الخدمة. نحن طبعا استمعنا إلى تصريحات لبعض المسؤولين بأن المستشفيات تحسنت، ولكن نحن لا ندري أين هذه المستشفيات التي تحسنت. نحن الآن نشاهد هذه المستشفيات متوقفة من العمل، نشاهد أن بعض الاشتباكات أحيانا تحدث داخل المستشفيات أو في المستشفيات، نشاهد استهداف للمستشفيات، ونشاهد أن هنالك مشكلات، هنالك جرحى بحاجة إلى الخدمات الطبية، هنالك مرضى أصلا يعني تفاقمت أوضاعهم الصحية وبحاجة للوصول للمستشفى، بحاجة إلى الحصول إلى الدواء، بحاجة لعودة القطاع الصحي بأسرع ما يمكن. الآن هنالك وضع غذائي أيضا متأزم للغاية، نتيجة لأن الإنتاج في بعض المصانع قد توقف، نتيجة لأن وصول السلع إلى الأحياء فيها مشكلات، نتيجة أيضا لأن كثير من الأشخاص كانوا يعتاشون من رزق اليوم باليوم، الآن انقطعت هذه المسألة وصاروا يعانون الجوع ويعانون العطش. إذن نحن بحاجة إلى مسائل كثيرة في علاقة بالوضع الإنساني، بحاجة للمياه الصالحة للشرب، بحاجة لمعالجة مشكلات الكهرباء، بحاجة للحصول على الدواء، بحاجة لإعادة المستشفيات، ولكن هذا كله بحاجة إلى توقف إطلاق النار على الأقل في هدنة أو لهدنة تحترم من قبل الطرفين. حتى في الهدن التي يتم اختراقها دكتور مرغني، ألا توفر يعني يوفر الإطار الزمني الذي تحترم فيه الهدنة فرصة لكم أو لغيركم من مؤسسات المعنية بالعمل الإنساني أن تقدم الإغاثات إلى المنكوبين؟ نحن نبحث عن هذا الإطار الزمني الذي تحترم فيه الهدنة أصلا. هذه الهدنة نحن نسمعها في الإعلام فقط أو تعلن بشكل، ولكن الطائرات تتحرك، الأسلحة الثقيلة تتحرك، اشتباكات بين الطرفين تتحرك، وهذا كله في الأحياء وفي المرافق التي لها علاقة بحياة السكان ولها علاقة بالخدمات الضرورية للسكان. طيب، فيما يتعلق بعمليات الإجلاء دكتور مرغني، والتي قد يتأخر يعني بعضها لطبعا التكدس وما إلى ذلك، هل تتابعون يعني هذه المجموعات التي تود الرحيل فيما يتعلق بأوضاعها الإنسانية؟ طبعا بالتأكيد، يعني أنا إذا تحدثت عن المواطنين السودانيين رغم هذه الظروف، ولكنهم يعني رغم مخاطر كثيرة جدا وصلوا إلى معابر في جمهورية مصر العربية. أنا أشكر السلطات في الشقيقة جمهورية مصر العربية، وأشكر السلطات في الشقيقة جنوب السودان، وأشكر السلطات في مختلف دول الجوار السوداني
لتعاونهم ولتذليلهم للصعاب التي ارتبطت بوصول هؤلاء الأشخاص ولدخولهم والتعامل معهم بطريقة لائقة. أنا بتوجه بالشكر. فيما يتعلق من المواطنين من غير السودانيين، أنا لا أعتقد أن هنالك مشكلة يعني حتى اللحظة في عملية إجلائهم، ولكن السودانيون يتحركون داخل السودان وخارج السودان في ظل مخاطر، يعني يتحركون إلى الأشقاء في دول الجوار أو يتحركون إلى أهاليهم وإلى مدن سودانية أكثر أمنا، يتحركون في ظل مخاطر، يعني لا توجد عملية منظمة لإجلائهم من 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 خارج الخرطوم. وأيضا كذلك يعني الاشتباكات تتواصل بشكل أساسي، يعني حتى الآن نحن نسمع عن هذه الهدن ولكننا نتطلع ونتمنى أن تحترم. شكرا جزيلا لك الدكتور رفعت مرغني رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان، حدثنا من الخرطوم.